أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. المحن في حياة الأمم هي أوقات الاختبار والامتحان التي تظهر فيها المعاني الحقيقية لأبناء هذه الأمم، بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة ونشاطاتهم الإنسانية المتنوعة وانشغالاتهم الحياتية الكثيرة. والعلماء، ونعني بهم هنا وفق العرف الشائع على ألسنة أبناء هذا العصر، كل من اتصف بالعلم الشرعي واشتغل به، عالما متقنا كان أو طالب علم. الدكتور مثنى حرف الضاري يكتب عن العلماء في خدمة المجتمع في مقال نشره موقع الهيئة نيت، حيث تناول تجربة هيئة علماء المسلمين في العراق وجهودها لمناهضة الاحتلال الأمريكي البريطاني في السنوات الأولى من عمر الاحتلال في العراق، وأثرها في المجتمع العراقي في مختلف الجوانب التي اهتمت بها وعنيت بالاشتغال فيها. نشأت هيئة علماء المسلمين في وقت مبكر جداً بعد احتلال العراق، بل تكاد تكون أسرع المؤسسات غير الرسمية نشوءاً، فقد أعلن عن تشكلها بعد الاحتلال بأيام فقط، وتحديداً في 14 من نيسان 2003. وكانت نشأتها تلبية لحاجة واقعية ماسة لبروز إطار شرعي يهتم بما يهتم به العلماء في هكذا ظروف، من سياسة للناس وتوجيه لهم وأخذ بأيديهم ووعظ وإرشاد ودلالة على الخير ورفع للهمم والمعنويات، فضلاً عن مهام أخرى لا تدخل في الظروف الطبيعية في سياق الخدمات التي يقوم بها العلماء عادة. وقد سارع أعضاء الهيئة بناء على ما تقدم إلى بذل جهود كبيرة توزعت على الأعمال الإغاثية وحماية المؤسسات والمرافق الخدمية وحراستها وحفظ المال العام، فضلاً عن مسك زمام الشؤون الدينية وإعادة لملمة أمور الأوقاف والإشراف على المساجد وحل المشاكل الناشئة فيها وإدارتها وتوجيهها لخدمة المجتمع. وقامت الهيئة بكل ما تقدم في أيامها الأولى بداهة وعفوية وبتعاون كبير من أفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع هذه الجهود، وحرص المجلس التأسيسي للهيئة عند أول فرصة استطاع فيها وضع الخطوط العامة لنظامه الداخلي على أن يضع في أهداف الهيئة هذه المهام ويزيد عليها ما هو متوقع أن تقوم به الهيئة لاحقاً. فجاء نظامها الداخلي دالاً على انتباهها مبكراً إلى المهمة الكبيرة المناطة بها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الثلة من العلماء وطلبة العلم الذين سارعوا إلى القيام بالواجب العيني عليهم، وأقاموا الهيئة على أساس خدمة الدين والمجتمع. ونبقى مع مقال الدكتور مثنى حارث الضاري في موقع هيئة علماء المسلمين، حيث يقول إن الهيئة لم تحصر أهدافها في الإطار الديني المحض، وإنما وسعت من نطاق عملها استجابة لظروف المرحلة الاستثنائية التي ولدت فيها. ولذا رأينا بروز اهتمامات حقيقية للهيئة في مجالات عدة شملت الجوانب السياسية البحتة والجوانب الوطنية العامة، والتركيز على مبدأ الوحدة بين أبناء المجتمع بمختلف أطيافه، فضلاً عن الجوانب العلمية والاجتماعية وحقوق الإنسان. وأبقت الهيئة الباب مفتوحاً لكل هدف سام آخر يقره الشرع ويعتمده، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعاً لنشاطات أوسع وجهود أكبر سلكتها الهيئة فيما بعد في مختلف الجوانب الحياتية. قامت الهيئة في الأيام الأولى لتأسيسها بحماية المؤسسات الخدمية وتسليمها للجهات المعنية بعد استقرار الأحوال الأمنية نسبياً. ومن هذه المؤسسات محطات الماء والمجاري والكهرباء ومخازن المواد الغذائية ومخازن الأدوية ومخازن الوقود وغيرها من الدوائر الخدمية في عدد من المناطق.
وقامت الهيئة باستقبال المشروقات والمنهوبات وحفظها في المساجد والعمل على إعادتها إلى أصحابها بعد التعرف عليها وتوفير المساعدات الإغاثية السريعة لبعض المناطق والأحياء. واعتنت الهيئة كثيراً في هذه المرحلة بتوفير الخدمات الطبية الضرورية للمواطنين، تعويضاً عن فقدان هذه الخدمات بعد انهيار نظام الخدمات الصحية، حيث ساهمت الهيئة في محاولات لإعادة تأهيل خدمات بعض مؤسسات وزارة الصحة، وافتتحت لهذا الغرض عشرات المراكز والعيادات الطبية الخيرية في المساجد وغيرها. وقد قدمت هذه المراكز والعيادات الخدمات الطبية والعلاجية للكثير من المدن والأحياء، وبقي قسم منها يؤدي عمله إلى سنوات لاحقة عن طريق القسم الصحي والإغاثي في الهيئة، الذي كان يشرف على هذه المراكز الصحية ويوفر الخدمات الأساسية والمستلزمات الطبية والأدوية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة في بغداد وبعض المحافظات. وتوجهت الهيئة في أيامها الأولى للأئمة والخطباء وطلبة العلم الشرعي في رسالتين مهمتين تدعو فيهما إلى تجاوز كل الخلافات الفكرية والاجتهادية الفقهية والتسامي عليها وإرجاء كثير من الآراء الفقهية الجزئية المختلف فيها إلى ما بعد مرحلة الاحتلال، والدعوة إلى التعاون جميعاً لإنهائه وتقديم ما هو أهم في هذه المرحلة، وهو مساعدة الناس والأخذ بأيديهم لتجاوز المحنة التي حلت بالعراق. وقال الكاتب مصطفى عبد السلام: إن سوق الغذاء العالمي حالياً تتلقى ضربات متتالية وموجعة ضربة تلو الأخرى دون توقف لالتقاط الأنفاس، والنتيجة حدوث قفزات في أسعار الحبوب كالقمح والذرة والشعير وغيرها بدرجات جنونية لم تحدث منذ سنوات طويلة. ومع هذه القفزات والحديث عن نفاد مخزون القمح العالمي خلال 10 أسابيع، فإن مخاوف انفجار قنبلة القمح في وجه الجميع تزداد يوماً بعد يوم. ويتساءل الكاتب: هل يمكن أن تنفجر تلك القنبلة الغذائية في وجه المجتمع، في وجه الجميع مرة أخرى، مرة واحدة، وخاصة أنه لا توجد مؤشرات إلى أن الحرب الأوكرانية ستضع أوزارها في القريب العاجل؟ منذ نهاية شهر فبراير شباط الماضي تلقى سوق الغذاء العالمي ضربة قاسمة من حرب أوكرانيا وما تبعها من تعثر الإمدادات الغذائية من الدولتين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا، واللتين تغذيان أسواق العالم بنحو 30% من احتياجاته الغذائية. ضربة جديدة لسوق الغذاء بسبب زيادة الجفاف والتصحر ونقص الأسمدة وارتفاع كلفة الإنتاج، وهو ما يهدد محصول الحبوب في آسيا وأوروبا وأمريكا، وقبلها شكل تعطل سلاسل التوريد والموجة التضخمية التي اجتاحت كل دول العالم ضربة أخرى لسوق الغذاء، حيث رافقتهما زيادة في الأسعار، والآن جاءت ضربة الجفاف الثالثة لتزيد متاعب الدول المستوردة للغذاء وتغذي شرارة الأسعار وتقلل المعروض من الحبوب في الأسواق والصوامع. فقد انضم الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وسوء الأحوال الجوية وأحياناً زيادة الأمطار إلى عوامل أخرى باتت كلها تهدد العديد من دول العالم بالجوع وتؤثر سلباً على سوق الغذاء وتعرقل إمدادات الحبوب خاصة من القمح والأرز. مثلاً تأثر إنتاج القمح الأمريكي سلباً هذا العام بمشكلة الجفاف التي حدثت في الشتاء والأمطار الغزيرة المتواصلة خلال فصل الربيع، وهو ما يهدد بحدوث مزيد من النقص في إمدادات الحبوب العالمية، وخاصة أن الولايات المتحدة هي رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، وأن نصيبها من صادرات القمح هو 14%.
ونشرت مجلة فورن بوليسي مقالا للكاتب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين، أشار فيه إلى خسارة حزب الله وحلفائه الأغلبية البرلمانية، وظهر تحالف معارض جديد. وقالت المجلة إن لبنان أصبح دولة فاشلة، وواشنطن التي تأثرت بفشلها في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وتتعامل بحذر مع كل ما يتعلق بإيران، قصر سياستها في لبنان على إدارة الأزمات. فالانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت مؤخرا شهدت أولى التحركات لتحالف محتمل قادر على كبح وربما إزاحة حزب الله وقبضته الحديدية على البلاد. خسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية، ويواجهون الآن أكبر معارضة منذ عام 2009، تحالف فضفاض من حزب القوات اللبنانية والعديد من المستقلين، مع ما يصل إلى 60 مقعدا من إجمالي 128 مقعدا، على الرغم من أن المجلس التشريعي الذي أعيد تشكيله أعاد انتخاب حليف حزب الله زعيم حزب أمل نبيه بري رئيسا للبرلمان يوم الثلاثاء، إلا أنه فعل ذلك بأغلبية ضئيلة 65 من أصل 128 صوتا، مقارنة ب 98 في عام 2018. حصيلة بري لم تكن ممكنة من دون أصوات يسيطر عليها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي لعب دور صانع الملوك، كما حصل زعيم التيار الوطني الحر إلياس بوصعب وهو حليف مسيحي لحزب الله على 65 صوتاً لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، لكن منافسه المستقل غسان سكاف حصل على 60 صوتاً، ما يدل على حجم ائتلاف معارض محتمل. في قلب هذه الكتلة تكمن القوات اللبنانية، وهي ميليشيا مسيحية سابقة تحولت إلى حزب سياسي، وتتقدم مقاعدها البالغ عددها 20 مقعداً على 13 مقعداً التي حصل عليها حزب الله. دعت الكتلة المناهضة لحزب الله إلى حل الميليشيا غير الدستورية التابعة للحزب، والتي تضم ما يقرب من 30,000 مقاتل متحالف بشكل وثيق مع إيران، تماماً كما فعلت القوات اللبنانية عندما سلمت أسلحتها في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1991. أظهرت انتخابات 15 من آيار مايو أن الناخبين اللبنانيين قد تغيروا تجاه عون الذي يقف تكتله المسيحي الذي يقوده التيار الوطني الحر كعقبة رئيسية أمام جبهة موحدة مناهضة لحزب الله. شهد صهر عون والخليفة الطموح جبران باسيل تقلص حزبه في البرلمان من 23 إلى 18 مقعدا. نشر صحيفة الجارديان مقالا للنائبة البريطانية عن حزب العمال دايان أبوت، قالت فيه إن نظام الهجرة في المملكة المتحدة كان وما زال عنصريا داعية إلى أصلاحه، وأشارت النائبة إلى أن الأساس غير المعلن الذي قامت عليه سياسات الهجرة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية كان هو العرق، وفقاً لما جاء في وثيقة سرية خاصة بوزارة الداخلية سربت إلى صحيفة الجارديان بعد محاولات متكررة من جانب الحكومة للحيلولة دون نشرها. كشفت تلك الوثيقة أن جذور العنصرية المتأصلة في فضيحة واندراش تتمثل في حقيقة تشير إلى أنه في الفترة ما بين 1950 و 1981 استهدفت صياغة كل تشريع خاص بالهجرة والمواطنة ولو جزئياً التقليل من أعداد أصحاب البشرة السوداء والبنية الذين يحملون تصريح بالإقامة في المملكة المتحدة وفقاً لأبوت، وذكرت أن هذا الهدف كان أساسياً بالنسبة للحكومات التي توالت على السلطة في البلاد طوال تلك الفترة، سواء شكلت الحكومة من حزب المحافظين أو من خصمه التقليدي حزب العمال. ولن ننسى الكوب
الأحمر الذي كان يسوق له حزب العمال في 2015، والذي كان مدونا عليه عبارة قيود على الهجرة، ما يدل على أن تبني الحكومة حملات ضد دخول المهاجرين إلى المملكة المتحدة أصبح من أهم الوعود الانتخابية التي تطلقها الأحزاب بحسب ترجمة هيئة الإذاعة البريطانية. وأضافت كاتبة المقال أن على من يتولون الاحتجاجات والحملات المناهضة للتشريعات العنصرية للهجرة أن يدركوا تماماً إلى من توجه تلك الحملات، وذلك بعد أن ضربت أمثال كثيرة وعديدة على تبني المشرعين والحكومة في المملكة المتحدة منذ عقود طويلة لقوانين تضع قيوداً على الهجرة تقوم على أساس عنصري وفقاً لأبوت. وتابعت النظام في المملكة المتحدة متوائم مع العنصرية، وطالما كان كذلك ونحن نعلم ذلك الآن وتعلمه وزارة داخلية بريتي باتيل، ولم يعد السر القذر سراً. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الأخبار الواردة من الخطوط الأمامية غير مشجعة بالنسبة للأوكرانيين، وأضافت في مقال للصحفي إيشان ثارور أنه مع اقتراب اليوم 100 منذ شن روسيا غزوها، فيبدو أن المعركة في شرق أوكرانيا تسير لصالح موسكو، ودخلت القوات الروسية ضواحي منطقة لوغانسك التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وإذا سقطت المدينة فسوف تمنح روسيا والقوات التي تعمل بالوكالة لها سلطة الأمر الواقع على المنطقة الصناعية. اتسم التقدم الروسي بنفس الوحشية والقسوة التي اتسمت بها الهجمات السابقة، وأفاد المراقبون بتكتيكات مماثلة لتلك التي تم استخدامها في غزو مدينة ماريوبول الساحلية، مع أيام وليالي لا نهاية لها من نيران المدفعية والقصف الصاروخي الذي يسحق المناطق الحضرية. وقال جندي أوكراني أصيب في القتال لزملائي إنهم يمطروننا بالمعادن فقط، وتحدث شهود عيان عن رائحة الموت النتنة التي تلاحق الشوارع مع ارتفاع درجات الحرارة في أوائل الصيف. وأشارت بلومبرغ نيوز إلى أن موسكو على ما يبدو تعلمت من أخطائها الأولية، يبدو أن المكاسب الروسية الأخيرة كانت على الأقل جزئياً نتاج النجاح الأوكراني السابق، فمن خلال إقامة دفاع فعال للغاية لدرجة أن القادة الروس اضطروا إلى الانسحاب من أكبر مدينتين في البلاد كييف وخاركيف، دفعتهم أوكرانيا أيضاً إلى التخلي عن خطة معركة شديدة الطموح تركت قواتهم منتشرة على مساحات واسعة وبعيداً عن خطوط الإمداد. لا يزال صحيحاً أن الحرب تركت الجيش الروسي مستنزفاً بشكل كبير، وفي بعض المناطق تسببت في نقص المعدات والقوى البشرية والمعنويات، لكن المقاتلين الأوكران في الشرق كما أفاد زميلي سودا ريسان راغفان يشكون من تفوقهم في عددهم وسلاحهم، ويمثل توسع وتوطيد السيطرة الروسية في شرق أوكرانيا مرحلة جديدة في الصراع، مرحلة ستختبر قدرة الغرب وأوكرانيا كذلك على الصمود في زمن الحرب. يفخر الليبيون بتربية الخيول ويصرون على تنظيم سباقات الخيل والمزادات والمهرجانات، على الرغم من تعطل بعض جوانب الحياة في بلادهم بسبب سنوات من الاضطراب. وفي مصراتة وحدها هناك العشرات من النوادي الفروسية، بما يوجد المزيد من الأندية ومزادات الخيول ومهرجانات العروض التي تقام في جميع أنحاء ليبيا. وقال حسين شاقة أحد منظمي المزادات وهو واحد من الفرسان القدامى ومربي الخيل، الإقبال على المزاد جيد ما شاء الله بالنسبة للجمهور والمتفرجين، والشراء الإقبال جيد جداً، هذا موروث شعبي والليبيون يحبون الخيل الكبير والصغير ويقومون بتربيتها ويتفاخرون بامتلاك الخيول الجيدة والأصيلة.
والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.